نحو التكنيكات بشكل عام، لأنه أنا يعني عاملها بشكل عام لكل الطلاب. ففي طلاب ممكن يكون عندهم ضعف في جانب معين، طلاب يكون عندهم ضعف في جانب آخر، فكل طالب ممكن يكون هذه النصائح يعني مفيدة له إلى حد ما، مفيدة له كثيرا، مفيدة له قليلا، ممكن في نقاط هو حاب يركز عليها أكثر، كويس، ممكن في نقاط لا ما عندوش مشكلة فيها في الأشياء اللي ذكرناها. ولكن هاي أهم التكتيكات اللي تخليك تتابع مع المتحدث وما تضيع. أكبر خطأ ممكن يصير إنه أنت إيش تضيع وما تعرف هو الآن وين بيتكلم، فأنت مش عارف هو بحل سؤال 22 ولا 23 ولا 24، وإذا راح منك سؤال للأسف ممكن تروح منك 3 4 أسئلة بعديها لأنك أنت مش متبع معه. فلما تحط دوائر على الكلمات المفتاحية أنت بتكون عارف هو وين بيتكلم. ولنفرض راح منك سؤال مثلا ما عرفتوش، كويس، مش مشكل. انا يعني اتكلم مثلا عن بيرسيا فارمر يوزد ويند باور تو، كويس، وما ما فهمتش الكلمه اللي قالها او ما تبعتهاش، او قالها مثلا قبل الجمله، حكى مثلا فور مثلا جرين جراوندز مثلا، كويس، طحن الحبوب، كويس، انشنت بيرسيا فارمرز يوزد ويند تو دو ذات، فانا ما انتبهتش ايش الكلمه. مش مشكل، ما تزعل، يعني خلي يروح سؤال سؤالين ثلاث، بس ما تضيعش المتحدث وين بيتكلم، ما تضيعش وين وصل، كويس. بعدين اتكلم حكى نذرلاندز، فانا خلاص انا عرفت انه الان راحت عليها السؤال، بسيطه، مش مشكل، خلي سؤال سؤالين ثلاثة يروحوا، مش مشكل. فبشوف بعديها ايش النذرلاندز، خلاص بتبع بكمل معه مع النذرلاندز، ما اقعدش اوقف هون احكي شو قال وشو حكى واضيع على حال الوقت والى اخره، تمام. واذا في اي سؤال او استفسار او الى اخره ممكن تسألوني، حياكم الله، وأنا برد إن شاء الله في أي وقت لما يكون عندي أي فراغ. هذا بالنسبة ل tips والتكنيكس for IELTS listening.